صنع حلوه جدا او لاولادنا في البيت. مقاديري ايه؟ ورق جلاش، زبده، زيت زيتون، 3 بصلات شرايح، فراخ مسلوقه، عصير ليمون، سماق، دبس رمان، والصوص بتاعي 3 علب زبادي، معلقتين طحينه كبار، ليمون، توم، بقدونس. اوكي، اول حاجه هنعمل ايه؟ اول حاجه هحط البصل بتاعي يستوي، علشان هو اكتر حاجه بتاخد وقت في الموضوع ده. هاجي احط زيت زيتون. البصل انا مش عايزه احمره، انا عايزه اسويه. دايما بصل المسخن بيكون مستوي طري مش متحمر. واجي احط البصل بتاعي في الطاسه على نار هاديه ويتقلب كل شويه، النار تبقى هاديه عليه عشان ما يتحمرش. وبعد كده اهو بعد كام دقيقه كده ممكن احط عليه شويه صغيرين لو انت عايزه يعني من شوربه الفراخ. احنا سلقنا فراخ علشان المسخن، شويه من مرقه، ربع كوبايه كده، برضو هتساعد ان البصل يستوي ويبقى طري ما يتحمرش. خلاص بفضل اعمله لغايه لما يوصل اللون ده معايا. بصوا اهي، عشان ده هياخد وقت فانا عامله واحد قبل الحلقه اهو. بصوا البصل هيبقى بالشكل ده، استوى وما اتحمرش، مش عايزاه محمر، عايزاه مستوي. هاجي بقى اعمل الجلاش بتاعي. هنجيب سواء صينيه تشيز كيك او اي بايركس او اي صينيه دايره عندي، يعني انا ممكن ارفعه وهستعملها حدينا عشان طبعا اطلعه بسهوله. اهي الدهن كلها والحرف بتاعها. وهاجي بقى الورق الجلاش اهو، هستعمل 4 ورقات. و اهم هاخد 4 ورقات بس وهشيل الباقي. طبعا انتوا ممكن تحطيه في الفريزر مش هيحصل له حاجه، وممكن تحمريه في الفرن وتكسريه وتشيليه تستعمليه في ام علي بعد كده. هاجي ادي الفرشه بتاعتي، هدهن اول ورقه بالزبده، نقلب البصل علشان نوطي بقى النار علشان مش عايزاه يتحمر ويبقى زي بصل الكشري، انا مش عايزه الطعم ده خالص. اوكي، اجي الجلاش اجي اول ورقه هعملها وارفعها لفوق بحيث في الاخر لما يستوي اشيله ويبقى عامل زي الطاجن كده، فلازم انزلها كده اهي. بصوا وارفعها لفوق، ارفع على حرف الصينيه. هاجي اعمل الثانيه، يعني مش لازم الزبده تبقى كتير اهي. اجي التانية وبالشكل ده لغاية لما اخلصهم وهدخله الفرن، مش هياخد دقايق وهيطلع دهبي ومقرمش. احنا برضو عاملينها من الاول علشان تبقى جاهزه معانا، عشان كده بقول لك اعملي الحرف بتاع الصينيه بالزبده علشان
ما يلزقش فيها ويطلع معايا بسهولة. واخر واحدة هي اللي فاضلة اهي. احمد لو سمحت تجيب لنا الجلاج اللي احنا حطيناه في الفرن. عايزة تعملي خمسة، دول طلعوا خمسة مش اربعة. اوكي ماشي، هحطهم بقى الاتنين مع بعض، مش هحط زبدة كمان زيادة. خلاص كده كفاية. ميرسي، تسلم ايديك. بصوا هوريكم بقى شكلها بيطلع ازاي اهي كده. نهديها بس عشان ما تبقاش منفوشة كده، تهدى وهدخلها الفرن. هتطلع كده اهي، هشيلها تبقى كده. ودي لو اتحطت في بايركس او في طبق عادي او صينية عادية برضو بالشكل ده اهي. هنطلعها بالراحة اهي، علشان كده انا رفعت دول، ان هما دول اللي بيزنقوها. واروح مطلعاها. بس طبعا بتاعة التشيز كيك بتبقى اسهل يعني. بصوا هنعمل بالراحة بقى، نسلكها بالراحة ونطلعها، نقلبها نطلعها علش او نخليها كده بالمنظر ده. دي بتاعت صينيه التشيز كيك طلعت معايا بسهوله. هاجي اعمل ايه بقى علشان اعمل الفته بتاعتي؟ عشان كده انا بقول دايما ان الصينيه دي مهمه في كل بيت. يعني لما اجي اجهز بنتي اي عروسه اللي هي الصينيه اللي بتتفتح، لان انا بستعملها في حاجات كتير وانواع كتير من الكيك. لما بيبقى عليها صوص او حاجه من فوق ما بقدرش اقلبها، لازم اطلعها من الصينيه، فهي الصينيه دي بتتفتح فبتطلع منها الحاجه بسهوله. خلاص هاجي بقى اول حاجه هحط ده، خلاص هنشيله نستعمله بعدين، نكمله بعدين. هاجي بقى احط البصل بتاعي اهو، هحط عليه سماق ودبس رمان وشويه من عصير ليمون وملح و اقلبهم فيه كويس. وهاجي اروح حاطه البصل ده اول طبقه، بعد كده تاني بصل، تاني طبقه سوري، هحط الفراخ المسلوقه على البصل اهي، واحط عليها برضو شويه من السماق. اخر حاجه بقى هعمل الصوص بتاع الفته. خلينا نشيل الكلام ده. هخلط الزبادي مع الطحينه، الزبادي مع معلقتين الطحينه، دي معلقه اتنين، مع عصير الليمون مع الثوم وملح. علشان اعمل الصوص اللي هحطه على الوش، هاجي بقى احط الصوص. بتاع الفتة ما تغطيش الفراخ كلها يعني، ايه حاولي عشان نكمل الشكل الحلو. بصوا اهو كده. وهاجي هحط رشة سماق عليها، وشوية من البقدونس
بس كده. وممكن طبعا لو تحبوا نحط معلقه من دبس الرمان كده خطوط على الوش لو عايزين. شكلها حلو جدا وطعمها رائع يعني. بتتقدم ممكن تحطيها على ستاند زي ستاند الكيكه، بتبقى حلوه جدا جدا. بس دلوقتي اقدر اروح لفاصل بقى. بصوا شايفين الحلاوه، سهله وبسيطه وفي نفس الوقت شكلها شيك جدا على السفره. فتت مسخن بالجلاش بدل العيش المقلي، عملنا جلاش محمر. هروح دلوقتي الفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد. هنعمل دلوقتي مكرونه مثاليه في الحر اللي احنا فيه. الوصفه بالزبادي ومن غير نار، يعني هنسلق المكرونه، لا هي سلطه ولا هي مكرونه عاديه، هنقول طريقتها وهتعجبكم جدا. المقادير بتاعتي: مكرونه مسلوقه، ثوم، كزبره خضراء، فلفل حراق مفروم، لحمه معصجه، وزيت زيتون. مقادير بسيطه وسهله وهنعملها مع بعض. اول حاجه المكرونه بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم، احطها. المكرونه ده كيس مكرونه، انا هستعمل له 3 علب زبادي كبيره اللي هي 200 او 180 جرام. هحط لها ملح وفلفل، ملح، شويه فلفل اسود، وبقلبها في الزبادي الاول. بعدين هاجي هحط لها الثوم، شويه ثوم حلوين، فلفل الحراق، وهحط زيت الزيتون. زيت الزيتون بيخلي الزبادي يسيح كده عليها ويخليها تلمع ويديها طبعا طعم حلو قوي. بسم الله، اهي بالراحه تتقلب بالراحه عشان ما تتقطعش او تتكسر. بصوا زيت الزيتون بيفرق جدا معاها. هحط شويه كزبره، وهجيب بصوا بقى اسباتشولا احسن علشان اقلبها، وبرده بالراحه. اللحمه المعصجه انا هزوقها بيها، اللحمه المفرومه مش هقلبها معاها، هزوقها بيها. هتجيب الطبق، هشيل كل الحاجات اللي حواليا دي اهو، وهاجي نحط المكرونة اهي. وممكن على فكرة ما تحطلاش لحمة معصجة، يعني مش شرط، زي ما انت عايزة ممكن تعمليها كده بس من غير اي لحمة معصجة. ممكن ترش عليها كمان جبنة رومي مبشورة لو تحبي. هاجي بقى انا هحط اللحمة المفرومة اهي، كده، وهاجي شوية كزبرة تانية في نصها. الوصفة بسيطة جدا بس طعمها خرافي، يعني بتبقى حلوة جدا جدا. ممكن بقى لو انت مش عايزاها ساقعة، يعني دي تتقدم ساقعة عادي جدا، وممكن تتقدم سخنة. لو انت عايزاها مكرونه بصوص الزبادي، نفس المقادير اللي انا استعملتها دي النهارده، بس هعمل ايه؟ هحطهم على النار في زيت الزيتون، واروح حاطه الزبادي عليه والكزبره الخضراء يغلوا. بس اساسي اساسي الزبادي على النار، لازم معلقه نشا والا هيقطع معاكي. معلقه نشا في نص كوبايه ميه
يتقلبوا ويتحطوا على الزبادي يغلي، واروح مقلبه كل الحاجات مع بعضها وبقدمها. بتبقى مكرونه بصوص الزبادي، عملناها قبل كده مع بعض، لكن دي هي نفس الفكره بس هي بتبقى ساقعه علشان الجو اللي احنا فيه ده. دلوقتي بقى ممكن نروح لفاصل، هروح لفاصل وهرجع لكم بعد الفاصل تاني، استنوني. رجعنا من جديد، هنعمل الحلو بتاع النهارده، وصفه حلوه عايزه اقول لكم ريحه الاستوديو مليانه منها، تحفه. كيكه الموز، هعمل كيكه الموز النهارده بالعسل الاسود. هي وصفه سهله، مقاديرها في متناول الكل، وهنلاقيها كلها عندنا في البيت. نقول مع بعض المقادير: ربع كوبايه زبده، نص كوبايه سكر، معلقتين عسل اسود، معلقه صغيره قرفه، كوبايه سوداني، سوداني طبعا بتاع الحلويات، وثلاث موزات بضايه فانيليا، نص كوبايه لبن، ثلاث ارباع كوبايه سكر، نص كوبايه جوز هند، كوبايتين دقيق، معلقه كبيره بيكنج باودر، نص معلقه بيكنج صودا، علشان الموز بيبقى تقيل فلازم ارفعه كويس، وربع كوبايه عسل، وعصير ليمون، حوالي عصير ليمونتين علشان ما يبقاش مسكر قوي. وبصوا بقى، الزبده والسكر في الاول والعسل الاسود والقرفه والسوداني لغايه السوداني، ده اللي هو الصوص اللي انا هعمله في الاول في قعر الكيكه. بعد كده مقادير الكيكه، واخر ثلاث مقادير عندي نزلت على الشاشه هيبقى الصوص اللي هسقي الكيكه بيه. اوكي، اتفقنا. هاجي بقى اول حاجه الموز، هقشر الموز بتاعي. انا الزبده حطيتها تسيح اهي. الموز طبعا بحطه واهرسه علشان هعمله في الكيكه نفسها، يعني في عجينه الكيكه نفسها اهي. وادي طبعا الموز، لو كان عندك مش اخضر هيبقى افضل كتير، بس هو اللي لقيناه بصراحه. الموز كله بوتاسيوم، الناس اللي بيجي لها كرامبات كتير لو اخلتي موزتين في اليوم ده بيرفكت. انا عارفه في سن معين كده كل ما توطي او تيجي تعملي حركه سريعه بيحصل لك كرام، فالموز اختيار رائع علشان يزود جسمنا بالبوتاسيوم. ادي الموز بتاعي، هاجي بسم الله طبعا هقطعه صغير عشان اعرف اهرسه. بهرست البطاطس، وممكن تعمليه بالخلاط عشان هو لو جامد شويه، بس اهو تهرسي الموز. بصوا انا هحط البيضه واللبن علشان اقدر، والفانيليا طبعا علشان الموز جامد، فكده اهو اعرف اعمله بسهوله اهي كده لغايه لما يتهرس الموز معايا تماما. والهرسه دي افضل حاجه. ممكن الموز زي ما قلت لك تعمليه في الكبه تهرسيه، او بالشوكه، بس الشوكه بقى هيتعبك اكتر، كده اسهل اهو. خلاص هاجي احط السكر، وتاني اهو بصوا كده. وبالكبه هجيب بقى الكبه، ههرسهم في الاخر مع بعض علشان
تطلع ناعمة معايا. فالكبة هتبقى أفضل ما إن أنا أقعد أعملها بإيدي كده، علشان دي الكبة. لو سمحت يا أحمد الميكسر على ما يجيبها لي، هعمل الصوص اللي أنا هحطه في قعر القالب. السكر والعسل، احنا قلنا المقادير اللي في الأول خالص، والزبدة السوداني والقرفة، دول كلهم هخلطهم ببعض، هخلطهم كويس قوي ببعض. وهجيب القالب اللي هستعمله، هبطنه بالدقيق، بس الاول هدهنه زبده او سمنه واحط فيه دقيق، واروح حاطه اول حاجه الخليط ده. بعد كده اجهز بقى خليط الكيك. لو الموز طري معاكي هتلاقيكي ما احتجتيش المكسر، بس ايه الموزه ناشفه اهو، واسهل بدل ما اقعد اعمله بالمضرب السلك. خلاص اهو، بصوا بقت ناعمه ازاي اهي. كده اهو هقلب بقى بالسباتشولا. خلاص كده انا خلصت، هجيب الاسباتشولا اقلب بيها عادي. انا حاطه بيكنج باودر و بيكنج صودا الاثنين علشان ارفع الخليط، وهحط جوز الهند اهو. واخر حاجه هقلبها الدقيق. الدقيق طبعا لازم يكون منخول من قبلها كده اهو. واخد الجوانب واقلب بالراحه كده لغايه لما يختلط معايا. قوامها مختلف عن قوام الكيكه العاديه، بس هتعجبكم جدا اهو. بفضل بقى اقلب لغايه لما يختفي تماما الدقيق ده. ما ينفعش اعملها او احطها في القالب وفي دقيق ابيض كده نهائي، لازم اهي. بصوا اقلبها، هي اتخن من الكيكه العاديه شويه. بصوا كده، وبقلب كويس بصوا علشان ما لاقيش فيها حتت بيضه بعد ما اخبزها اهو. اتاكد ان كله داب في بعض. خلينا برضو نشيل الكلام ده بعيد. وادي القالب بتاعي، بصوا اهو مسك السكر والعسل والزبده اهو مسك. بس لما بتخش الفرن ده بقى هيسيح وكله هيمتزج فيها، ولما اقلبها كله هينزل عليها. هاجي بقى احط الكيكة كده بالراحة. هكون مجهزه الفرن على 180، هتاخد في الفرن حوالي ساعه بس. طبعا حراره كل فرن غير التاني، فلازم بعد ساعه الا ربع اكشف عليها بان انا ادخل فيها. بصوا هي قوامها اتقل شويه
من الكيكه العاديه، علشان كده دي لو عدت نص القالب مفيش مشكله. دايما الكيكه العاديه بنحاول تبقى اقل كميتها في القالب، بس الكيكه لما بتبقى سميكه بتترفع لفوق ما بتفورش يعني، عشان كده ما تقلقيش لو هي ملت شويه في القالب قبل ما تدخليها الفرن. وليكوا شكلها هتطلع ازاي بعد ما تطلع من الفرن، علشان هنحط عليها الصوص الاخير. بصوا اهي بطلع اللي فيها كله اهو، وبعدين كده اهو، وبدخلها الفرن زي ما قلنا على حرارة 180، هتاخد لها حوالي ساعة. بعد ساعة الا ربع بكشفها ولسه فاضل الصوص بتاعها. اوكي بدخلها الفرن، واحمد هيجيب لنا الكيكة اللي احنا عملناها. خلينا نشيل ده بس برضو علشان نعمل الصوص الاخراني. هاجي اعمله على النار واسيبه يهدى بعد كده، يعني ما بحطوش، ما طلعش الكيكه سخنه بقى والصوص سخن واروح حطاهم على بعض، علشان انا صحيح عايزاه ستيكي، عايزاها ملزقه بعد كده، بس لما يبقوا الاثنين سخنين الصوص هيخش جواها، مش هيخليه، مش هيغلفها يعني، فاهميني كده. ادي العسل، بسم الله، مع عصير الليمون والسكر الباودر، وبالراحة كده بنقلبه عشان ده الصوص اللي انا هغلف فيه الكيكة بتاعتي. احنا قدامنا قد ايه على الفاصل؟ ده بصوا كده بالراحة يدوب على ما الكيكة، ايوه هاتلي ليها ستاند على طول لو سمحت. بصوا ادي الكيكه، بصوا عايزاكم بس تبصوا هنا الشكل بتاعها. اولا السكر مكرمل، يعني مكرمله في حتت، وداخل جواها طعمها حلو قوي، وزي ما قلت لكم هي مختلفه عن اللي احنا متعودين عليه، بس رائعه. بقلب السكر لغايه لما يدوب في العسل مع الليمون، خليني احطه في حاجه اوسع علشان يبقى اسهل، اسهل على نفسي. بسم الله الرحمن الرحيم، هحطه بصوا اهو، هيبقى شبه الكراميل شويه، وانا قلت لكم انا عايزاها ستيكي ملزقه يعني. بصوا العسل ده اسود مش كراميل، ومش عسل ابيض، لازم يغلي غلوتين علشان لما احطه عليها. بصوا اهو هيغلي، احنا حطينا عصير ليمون ما حطيناش ميه. المزازه اللي في عصير الليمون مع العسل والسكر هتكسر تجزيعه السكر. بصوا اهو الصوص ده انا هحطه على الكيكه وهسيب شويه، عشان برضو لما اجي اقدم هقطعها، فلما تتقطع كل شريحه بتحط عليها بقى من جوه شويه من الصوص ده، بيبقى احلى بقى عشان ما يبقاش بس فوق. بصوا لازم تغلي شويه، بس انا مش عايزاه يبقى تخين. وبعدين انا عايزه اقول لك، لو انت مثلا مش هتاكليها دلوقتي حطيناها عليها، وبعد شويه الصوص ده ساعات بيجمد، خصوصا لو الجو في تكييف او كده، بتدفيه في الميكرويف ثواني، وبعد كده بتحطيه على الكيك بتقدميه جنبها، بيبقى حلو قوي. وممكن كمان يبقى عندنا سوداني مجروش، ترشي برضو بعد الصوص، ترشي سوداني مجروش على وش الكيكه، يعني غير السوداني اللي احنا حطيناه فيها اهو. انا ممكن احطها بالطبق، ليه بقى؟ اقول لكم، علشان انا لو حطيتها دايركت على الستاند، الستاند ده فلات
يعني مسطح، فالصوص هينزل لبره، فانا هحطها على الطبق بتاعها عشان الطبق ده بصوا ليه ايدج، ليه حرف اهو، ليه حرف، فالصوص هيخش جوه مش هيسيح ويدلدق بره الطبق. ناخد بالنا برضو من الحاجات دي، هي حاجات بسيطة بس واحنا بنشتغل او احنا بنقدم لضيوفنا عشان الحاجة يبقى شكلها حلو. بصوا الصوص اهو عشان لسه سخن، هي بردت الكيكة فانا هحطه منه اهو شوية كده، وزي ما قلت لكم انتوا ممكن ترشوا كمان شوية سوداني مجروش معاها، وده بيتحط في صوصيرة جنبها بقى، جميل جدا جدا. القرفة بقى مع العسل الأسود مع الموز، كل النكهات دي مع بعضها بتدي طعم رائع حلو جدا مختلف، ريحتها حلوة وطعمها حلو. بس خليني أنا إيه نقط الصوص او الكراميل اللي بتنزل دي لازم امسحها، خدوا بالكم. بصوا هي لزق، ده اللي انا بقوله بيجمد، يعني النقطه دي جمدت على طول، فانا همسحها بنقطه ميه قبل ما تبقى جامده قوي. عشان كده بقول لكم الصوص لما يتقل لو انت عايزه تقدميه بعد كده لو جمد في الميكرويف ثواني اهي، علشان يبقى الطبق شكله حلو. وزي ما قلنا ممكن برضو نرش عليه اي سوداني مجروش، شويه جوز هند لان هي فيها جوز هند اللي انت عايزاه. هنعمل دلوقتي ميلك شيك، ميلك شيك بالبسكوت. هنقول المقادير بتاعته، خليني اشيل الكلام ده. المقادير بتاعت الميلك شيك هعمله بالشوكولاته وبسكوت الشوكولاته الاثنين. هستعمل كوبايه لبن، معلقه كاكاو كبيره، علبتين بسكوت، وايس كريم فانيلا. هجيب الايس كريم، الايس كريم من الفريزر لانه في ساعتها لازم اجيبه. طيب انا لو ما عنديش ايس كريم وعايزه اعمل ميلك شيك وما عنديش ايس كريم هعمله ازاي؟ هقول لك. هنعمل كريم شانتي، نخفق باكو او باكوين كريم شانتي، وبعد ما اخفقه جامد بحطه في الفريزر بيجمد، فلما اجي اعمله في الميلك شيك بيديني طعم قريب جدا للايس كريم وما بيبانش. فعلشان كده بس احنا النهارده قلنا ايه نعمل لكم الطريقه دي، لان مش دايما بيبقى متوفر عندنا الايس كريم. عملنا الكريم شانتي اهو، وهنستعمله في الوصفه زي الايس كريم بالظبط. خلاص البسكوت بتاعي بسكوت شوكولاته اهو، كلنا عارفينه طبعا ومتوفر في كل مكان. وهاجي بقى هكسره مع التلج، مش هحط سكر لان البسكوت فيه سكر والكريم شانتي او الايس كريم فيه سكر، فكفايه. لو انت عايزه السكر زياده دي حاجه ترجع لك بقى، ممكن تزودي سكر اللي انت عايزاه. هاجي هنا اللبن ساقع، احط تلج، التلج اهو، وهاخد نص كميه. بصوا اهو جامد بالظبط بيديني الايس كريم اهو، خدت 40% منها. هحط معلقه الكاكاو و البسكوت، هكسره، هخلي كم واحده بس علشان على الوش، و اهو ما بخليهوش ناعم قوي،
خليه البسكوت فيه كده خشن، اوكي؟ هو كده كفايه بالنسبه لي. هشيل بس الكلام ده علشان نصبه. ميرسي يا احمد، تسلم ايديك. هنيجي بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. كده اهو، وباجي على الوش. طبعا هو بيتقدم على طول، هحط واحدة من البسكوت كده كنوع من الديكور، وبقدمه احط فيه شاليمون، بيبقى حلو قوي. شايفين كده اهو، بسيط وسهل، وبيتقدم بره باسعار خرافيه. احنا ممكن نعمله بسهوله في البيت اهو. دي بقى كانت اخر حاجه في الحلقه عندنا، هنقدر نروح لفاصل دلوقتي. هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنوا. رجعنا من جديد وهنقول عملنا ايه النهارده. وصفاتنا النهارده حلوه. اول حاجه عملناها فتت المسخن بالجلاش، وادي شكلها، بصوا شكلها تحفه فنيه بصراحه. دي اللي عملناها في الطبق العادي، ودي اللي عملناها في الصينيه بتاعه التشيز كيك اللي بتتفتح علشان يبقى شكلها حلو. ايه تاني عملنا؟ عملنا اهو، شايفين شكلها حلو ازاي، طعمها برضو رائع بجد. إيه عملنا؟ مكرونه بالزبادي، زوقناها، عملنا الجارنيش بتاعها باللحمه المفرومه. دي مكرونه ساقعه يعني شبه السلطه كده، بتتقدم في الصيف بالذات لانها بتبقى بترطب على الواحد. عملنا كمان ميلك شيك بالبسكوت الشوكولاته، وعملنا كيكه الموز بالعسل الاسود او بالتوفي زي ما انتم عايزين تسموها. ادي الميلك شيك. وصفاتنا النهارده سهله وشكلها حلو وطعمها حلو قوي. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم. لينا ان شاء الله حلقات كتير. اشوفكم على خير.